رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. مرحبا بكم في الحلقة 20 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا نتكلم عن مقدمات في الزواج، ثم دخلنا إلى الخطبة، فالعقد، فالعرس، فالزوجان داخل البيت، وكيف تسعد زوجتك. اليوم بحث لطيف وطريف ومهم ينبغي على كل شاب، على كل زوج، وعلى كل فتاة، على كل زوجة أن يطلع عليه، وهو بحث إحصائي سيشمل حلقة اليوم. عنوان الحلقة: ماذا يريد الرجل من زوجته؟ وماذا تريد المرأة من زوجها؟ كل امرأة ماذا تريد من زوجها؟ كل زوج رجل ماذا يريد من زوجته؟ ينبغي على كل شاب ذاهب إلى الزواج أن يعرف هذه الزوجة ماذا تريد منه، وينبغي على كل فتاة ذاهبة نحو الزواج أن تعرف هذا الزوج ماذا يريد منها. هذا البحث جرى فيه استبيان. قاض شرعي في بلد عربي مسلم أجرى استبيانا على 200 أسرة، بعضها تزوج عام 1963، وبعضها تزوج في 1970، 1980، 1990، أكثر وأقل قليل، وما بين هذه السنوات 200 أسرة. وزع عليهم استبيانا، على الزوج ورقة وعلى الزوجة ورقة، مكتوب في ورقة الزوج: ماذا تريد من زوجتك؟ ما أول شيء تريده من زوجتك؟ ما ثاني شيء تريده من زوجتك؟ ما ثالث شيء تريده من زوجتك؟ ما آخر شيء تريده من زوجتك؟ ورقة الزوجة أيضا مكتوب فيها: ما أول شيء تطلبينه من الزوج؟ ما ثاني شيء تطلبينه من الزوج؟ ما ثالث شيء تطلبينه من الزوج؟ ما آخر شيء تطلبينه من الزوج؟ الذي أعد الاستبيان كتب 13 اختيار، اختيارات 13 كتب: وستختار الزوجة من هذه الأمور 13، وسيختار الزوج من هذه الأمور 13. أقرأ عليكم أولاً الأجوبة الافتراضية، 13 جواب التي كتبها صاحب هذا الاستبيان: توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل، الفكاهة والمرح، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، الاهتمام بالبيت، العاطفة وإخراج المشاعر. هذه احتمالات للأجوبة، أجوبة مفترضة، 13 جواب. الآن الزوج سيختار من هذه الأجوبة 13: ما أول شيء أنت تريده من زوجتك من هذه الأمور 13؟ ما ثاني شيء؟ ما ثالث شيء؟ ما آخر شيء؟ وكذلك الزوجة. مرة ثانية سأقرأ عليكم الأجوبة المفترضة، لأن فيها دائرة واسعة من متطلبات الأزواج والزوجات،
وبعد هذا سأخبركم بنتائج الاستبيان المهمة جدا لكل زوج ولكل زوجة. أقرأ أولا مرة ثانية الأجوبة المفترضة: توفير الطعام، توفير المال، الشعور بالأمن، الاحترام المتبادل، الثقة المتبادلة، الكلام الجميل، الفكاهة والمرح، الرقة والدلال، التسامح والعفو، تحمل المسؤولية، تبادل الأحاديث، الاهتمام بالبيت، العاطفة وإخراج المشاعر. الآن سأبدأ بأوراق الرجال. 200 رجل ماذا اختاروا من هذه الأجوبة 13؟ هذه الأجوبة مهمة جداً الآن للنساء. كل فتاة ذاهبة نحو الزواج تنتبه، الرجال يبحثون عن هذه الأجوبة. تتخلق بما يريدون حتى تكون أهلاً للزواج وتستمر الحياة الزوجية. 95% من الرجال كتبوا أول ما نحتاج من المرأة، خمنوا، الاهتمام بالبيت. 95% من الرجال قالوا نريد رقم واحد الاهتمام بالبيت. أنا رجل أخرج من داري، أريد من يحمي لي ظهري. إذا خرجت من الدار ولا يوجد من يحمي لي ظهري، لن أستطيع أن أنتج خارج داري. الاهتمام بالبيت أول ما أريده من زوجتي. في القرآن الكريم أيها الإخوة، لما وصف الله نساء أهل الجنة لهم صفات، فكان من جملة صفات نساء الجنة أنهن حور مقصورات في الخيام. نساء الجنة حوراوات، حور، حوريات، شديدات بياض العين، شديدات سواد العين، واسعات العين، عين، لكنهن حور مقصورات في الخيام، يبقين داخل البيوت ما لم يخرجن لضرورة. عندما قالوا قديما وراء كل عظيم امرأة، هذا كلام صحيح 100%. لا يوجد إنسان عظيم صار عظيما إلا بامرأة وراءه هي التي دفعته نحو أن يصير عظيما، هي التي شجعته أن يكون عظيما، هي التي حمت ظهره وقالت يا زوجي اذهب، بارك الله بك، أنا حامية لظهرك، بيتك محمي، هناك بطلة تحميك، ستكون وراءك. فيظهر هذا الإنسان. 95% من الرجال أرادوا الاهتمام بالبيت. لذلك الفتيات يدربن، إذا كان عندك فتاة بنت اقتربت من سن الزواج، دربها يا أخي كيف تهتم بالبيت، دربها كيف تعتني بالبيت، دربها كيف ترعى البيت وترعى الأولاد، لأن الرجال يحبون أول ما يحبون في المرأة الاهتمام بالبيت. الحب والعشق والغرام والهيام والأفلام والأحلام شيء جميل، لكن الحياة العملية تريد اهتماماً بالبيت. لو أحبك زوجك حباً لا حدود له، لكنك لا تهتمين بالبيت، ماذا يفعل بك؟ بعد حين سيبحث عن أخرى لتهتم ببيته، وتكون أنت السبب في هذا الأمر. الاهتمام بالبيت أول ما أراده الرجال. تقول بعض الفتيات إذا خرجت خارج بيتي ربما أنتج أكثر. الحق أنك داخل البيت تنتجين إنتاجاً ليس بعده إنتاج. هناك دراسة جرت أيها الإخوة، أيتها الأخوات، جرت على أطفال لهم من العمر 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، يعني محمولين على الأيدي ما زالوا، وضعوا في دور حضانة نموذجية. دور حضانة نموذجية فيها مربيات، فيها وسائل تعليم، فيها مطعمات، فيها منظفات، فيها رعاية 100% نموذجية. مجموعة أطفال وضعوهم في دور حضانة نموذجية، ومجموعة أطفال روقبوا وهم مع أمهاتهم داخل البيوت، أولئك في دور الحضانة وأولئك مع الأمهات. بعد 6 أشهر لاحظوا أن الأطفال الذين وضعوا في دور حضانة نموذجية
نموذجية ليست طبيعية، لكن دون أمهات حصل معهم تراجع عقلي وعاطفي مقارنة مع الأولاد الذين نشأوا في حجر أمهاتهم. الاهتمام بالبيت أول ما أراده الرجال 95%، ثاني ما أراده الرجال 80%، كتبوا ثاني شيء نحن نريده العاطفة وإخراج المشاعر. كثير من النساء يحببن أزواجهن لكنهن لا يقلن هذه الكلمة لأزواجهن. الزوج أيتها الأخوات يقضي حياة صعبة خارج البيت، هو ينتظر اللحظة التي يعود إلى البيت ليجد زوجة تضمه، ليجد زوجة تقول له أنا أحبك وأنتظرك، ليجد زوجة تقول له لقد اشتقنا إليك شوقا كبيرا. أراد الرجال العاطفة وإخراج المشاعر، ولا بد أن تفعلي أنت لزوجك هذا إذا جاء إلى البيت، أفضل من أن يجد هذا في إعلانات الطريق وفي كليبات الشارع وفي عارضات الجسد وعارضات الأزياء. كوني أنت مخرجة لعاطفة زوجك ومشاعره قبل أن تأتي من تسرقه منك ويكون السبب تقصيرك أنت في العاطفة وإخراج المشاعر. ثالث ما أراده الرجال من أزواجهم 75% كتبوا الاحترام، أن تحترمني الزوجة. سيئة جدا الزوجة التي تحتقر زوجها، ليست نبيلة أبدا الزوجة التي تهين زوجها. الزوج يريد امرأة تحترمه كائنا من كان وكائنة من كانت. إياك أن تستخفي بمال زوجك، إياك أن تسمعي زوجك منك كلمة نابية في أمه أو في أبيه، إياك أن تشعريه أنك متكبرة عليه وأن عائلتك أفضل من عائلته أو مستواك أحسن من مستواه. الرجل يريد زوجة تحترمه. الآن ما آخر ما يحتاجه الرجل من المرأة؟ ما آخر شيء كتب؟ المال، توفير المال. لا يفكر زوج بشكل عام أن يطلب من زوجته مالا، لذلك مهما توظفت في شهادة عالية وفي رتبة عالية وفي معاش ومرتب عالي جدا، الزوج، الرجال كتبوا 8% منهم فقط كتبوا نريد توفير المال، لكن باقي الرجال كلهم لا يريدون مالا، يريدون اهتماما بالبيت وإخراجا للمشاعر واحتراما. ولعلك تعينينه بمال، لكن يكون هذا الأمر قليلا جدا وعلى هامش سيرتكم في هذه الحياة. هذا ما أراده الرجال من النساء. ترى ماذا يريد النساء من أزواجهن؟ هذا ما سأحدثكم عنه بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل في الحلقة 20 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. عنوان الفاصل، عنوان هذه الحلقة، ماذا يريد الزوج من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها. كنا قبل الفاصل تحدثنا عن استبيان أجراه واحد من القضاة الشرعيين في بلد عربي إسلامي لمئتي أسرة، بعضها تزوج عام 1963 وبعضها في 70 وبعضها في 80 وبعضها في 90 وبعضها أقل وبعضها أكثر. كتب ما أول شيء يريده الزوج من زوجته، ما ثاني شيء، ما ثالث شيء، ما آخر شيء. وكتب أيضا للنساء، واحدة للرجال وواحدة للنساء، ماذا يريد الزوج من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها. تحدثنا قبل الفاصل ماذا يريد الرجل من زوجته، الآن ماذا تريد المرأة من زوجها. هذا كلام مهم أيها الإخوة ليعلمه كل شاب ذاهب نحو الزواج. لا بد أن تعلم النساء ماذا يريدنا، زوجتك ماذا تريد منك. من ضمن الأجوبة المكتوبة 13، اختارت النساء
95% منهن خمنوا تحمل المسؤولية. كتبت النساء: نريد من الشباب من أزواجنا أن يتحملوا معنا مسؤولية، لا تغلق باب دارك وتمضي بعيدا عنه، لا تغلق باب الدار وتقول لزوجك احملي وأنا ماض. تحمل يا أخي مسؤوليتك، أولادك الآن مراهقون، لك ابن عمره 16 سنة، أمه لم تعد تستطيع أن تحيط به، يحتاج إلى أب. أحياناً الأم تقول لابنها: اليوم إذا جاء أبوك سأخبره. هذه الكلمة وحدها تجعل ابنك ينضبط. أما إذا كان الأب يخرج في الساعة 8 صباحاً ولا يعود حتى الساعة 12 ليلاً، من سيحمل مع هذه المسكينة داخل البيت؟ يا شباب، أنتم الذين تتزوجون أو تزوجتم جديداً، لابد أن يتغير برنامج العمل عندكم. أنت تقضي 10 ساعات في العمل، لابد أن تقضي 5 ساعات في البيت، 6 ساعات في البيت أقل أو أكثر. لا بأس في فترة من الفترات أن تكون مشغولاً، لكن لا يعقل أن تكون حياتك كلها خارج البيت. لمن تجمع إذن مالك؟ أليس للأولاد؟ أليس لزوجتك؟ ارجع يا أخي إلى بيتك واجلس مع زوجتك، اجلس مع أولادك، قل لابنك: تعال أطلعني على دفاترك، ماذا كتبت اليوم في المدرسة؟ ماذا حفظت اليوم في القرآن الكريم؟ هل قصرت مع أمك؟ ائتي بسبورة إلى البيت، ضعها على جدار واضح واكتب عليه واجبات كل ابن من أبنائك. قل: يا أولاد، اليوم أنا سأخرج من الدار، هذا واجبك أنت يا أحمد، وهذا واجبك أنت يا ليلى، وهذا واجبك أنت يا سعيد، وسأتي مساء لأسأل أمكم. يا لطيف، المرأة كم تفرح، الأب موجود معها في البيت. أما العلة الآن أن كثيرا من الرجال ليسوا موجودين في حياة أسرهم، يعملون قبل الظهر وبعد الظهر وفي الليل وفي النهار. هذا الأمر يأتي بالمال نعم، لكنه يذهب بالأسرة، حتى أن الأولاد باتوا يشتاقون إلى صوت أبيهم. ونحن بالفعل يا أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم: إن ابنك يحتاج إلى صوتك أكثر مما يحتاج إلى مالك، إن حنانا يخرج ورقة تخرج من صوتك لا يعدلها حنان ولا رقة في العالم. لذلك أسمعه صوتك، اجلس معه، حدثه، كن مع زوجتك، واسيها، كن معها، قف معها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لكن أخبركم أن 95% قالوا: نريد رجلا يتحمل معنا المسؤولية. بعض الرجال عندهم ضعف في التحمل أكثر، يخرج من بيته ولا يعود إلا بعد 2 3 أيام، حتى لا يترك نفقة في البيت. كيف ستأكل هذه المرأة؟ من سيطعم الأولاد؟ يقول لها: دبري حالك، ما بتعجزي إنك تدبري حالك. طيب كيف سأدبر نفسي؟ من أين سأدبر الأولاد؟ يخرج 1 و2 و3 دون أن يرعاها. بعض الرجال في كل يوم هو مدعو إلى اجتماع في العمل أو اجتماع مع الأصحاب، وهناك غداء عمل بالطبع، وهناك عشاء عمل، كل يوم هو يأكل أطايب الطعام، وزوجتك في البيت ماذا تأكل؟ يتركها ربما بشيء قليل قليل. وقد ذكر لي أحد الشباب الصالحين، قال بأنه لما تزوج بات يشعر بمسؤوليته تجاه هذه المرأة. يقول: والله كنت إذا دعيت إلى طعام عند أضياف يقدمونه لي وذهبت إلى مائدتهم العامرة، لم أرضى أن أعود إلى بيتي إلا وأنا أحمل في يدي شيئا من طعام أشتريه لزوجتي ولأولادي، أقول: لابد أن أساويهم بنفسي، أنا أكلت عند الناس من أطايب الطعام، لابد أن أشتري لهم شيئا من أطايب الطعام قل أو كثر حتى أقدمه إليهم. أول ما يريده النساء من الرجال 95% قالوا: الاهتمام بالبيت. الآن 85% كتبوا ثاني ما أراده النساء من الرجال، وهذا أمر مهم يا شباب. 85% قالوا: نريد الشعور بالأمن.
نريد أن نطمئن أن زوجنا لن يطلقنا. قل لزوجتك، قل لها صراحة، قل أنا لن أطلقك، أنت غالية جدا عندي، إذا أذهبت عيني سأذهبك. يا لطيف، تفرح هذه المرأة، تفرح كثيرا. المرأة تخاف، تقول يا لطيف هذا زوجي اليوم تعطر كثيرا، لعله ذاهب إلى اجتماع غير الاجتماعات المعروفة. هذا زوجي لبس طقمه الذي لبسه في العرس، لماذا؟ ومرة أحد الإخوة قال لي بأنه ارتدى طقما وذهب مع والدته إلى زيارة طبيب. زوجته في البيت قالت لماذا ترتدي هذا الطقم؟ قال والله أنا أذهب مع والدتي. قالت ووالدتك أيضا؟ أنت وأمك مع طقم؟ قال والله يا أختي عند طبيب أذهب. قال أي خير إن شاء الله. المرأة تخاف، يا أخي أشعرها. أخبركم بهذه الطرفة، ذكروا أنه في زمن الدولة العثمانية كان أحد جلساء السلطان له زوجة جيدة وخلوقة ومؤدبة وكريمة ونبيلة، يحبها وتحبه، لكن حدث أن هذا الرجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية ولا يعلم كيف يخبر زوجته بهذا الأمر. يقول والله إذا أخبرتها ربما تصاب بأزمة، بمشكلة، وأنا أشفق عليها، لكنه يريد أن يتزوج. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فكر بخطة. جاءت خطة، عاد يوما من جلسته مع السلطان ليدخل البيت حزينا كئيبا. زوجته قالت خير خير إن شاء الله، لماذا أنت حزين كئيب؟ قال يا امرأة والله اليوم السلطان حدثني بحديث زلزلني زلزلة. قالت خير إن شاء الله. قال نما إلى السلطان خبر أن النساء في المملكة أكثر من الرجال. فالسلطان قال لمستشاريه ماذا نفعل؟ قالوا لابد أن تزوج لكل رجل زوجتين. فيقول السلطان لي إنه غدا أو بعد غد سيصدر فرمانا يأمر فيه كل رجل أن يتزوج زوجتين، اللي عنده واحدة بده يتزوج واحدة تانية، كل الحاشية وكل الناس في هذه السلطنة والمملكة، والذي لا يتزوج سيعدمه السلطان إعدام. قالت نعم. قال والله أنا مهزوز بدني، ماذا أفعل؟ قالت ماذا تفعل؟ مت شهيدا، مت شهيدا، مت شهيدا أنت. واضح الأمر. المهم ألا تتزوج زوجة ثانية. الزوجة يا أخي تحب أن تشعرها بالأمن، تحب أن تشعرها بأنك لن تطلقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة في حديث طويل اسمه حديث أم زرع، قال للسيدة عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. تفرح المرأة، قل لزوجتك هذه الكلمة. الآن 65% من النساء كتبوا ثالث ما أرادوه من الرجال الاحترام، لا يليق برجل أن يؤذي زوجته بكلمة أو بموقف أو بإشارة أو بعبارة أو بنظرة عين، الاحترام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنا إلا الكريم. إذا امرأتك غلبتك هذا دليل أنك كريم. لا يغلبنا إلا الكريم ولا يغلبهن إلا لئيم. الذي يصارع زوجته، يقاتل زوجته، يحاجج زوجته، يدقق على كل صغيرة وكبيرة ويغلبها ويقهرها ليس نصران، هذا دليل أنه لئيم، دعها يا أخي في بحبوحة من أمرها. الآن ما آخر ما تحتاجه النساء؟ وهذا أمر مهم جدا. آخر شيء كتبته النساء يحتاجونه من الرجل 5%، توفير الطعام. توفير الطعام، المرأة ليست مخلوقة فقط تأكل. بعض الرجال يقول يا أخي أنا مأمن كل الأكل على البيت. المرأة لا تريد أكلاً، 5% أرادوا توفير طعام، لكن 95% ما ذكروا سيرة الطعام، ذكروا سيرة الرجل الموجود في البيت. فلا يقول الرجل يا أخي أنا موفر كل شيء من الطعام للبيت، نحن نريدك رجلاً داخل بيتك. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بماذا
يريد الرجل من زوجته وماذا تريد المرأة من زوجها. أما الرجل فهو يريد أولاً الاهتمام بالبيت، ثانياً العاطفة وإخراج المشاعر، ثالثاً الاحترام. أما المرأة فتريد أولاً تحمل المسؤولية، وثانياً الشعور بالأمن، وثالثاً الاحترام. كانت هذه حلقة اليوم فيما يتعلق بالدورة التأهيلية في الحياة الزوجية، ماذا يريد الزوج من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها. أشكر إصغاءكم، ألقاكم بإذن الله تعالى ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم